أننا اليوم في أعلى درجات الكفاءة القتالية جاهزون لطي الأرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخيرا الجيش المصري اتحرك يا أخي. السفينة لما عدت من قناة السويس أنا قلت برضو الجيش المصري، لا 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 لا، الصورة ديت والمشهد ده والجنود الإسرائيليين يطلعوا لسانهم للجيش المصري وأوامر إن الجيش المصري والجنود لازم يدوا ظهرهم للجيش الإسرائيلي، الصورة دي مش هتعدي بالسهل، والجيش المصري لازم هيتحرك. وفعلا الجيش المصري اتحرك، بس مش ناحية الشرق، مش ناحية إسرائيل، هو اتحرك إلى ناحية الغرب، ناحية أهالي مطروح. اشتباكات قوية جدا ما بين أهالي مطروح وما بين الجيش المصري. الجيش المصري العظيم اللي راح مطلع السلاح بتاعه على طول على الأهالي بالشكل ده. اضرب جيش مصر لمصر. طب ما احنا متأكدين ان جيش مصر لوقت الشعب المصري. جبتوا التايه انتوا؟ شفتوا ما تحركش الجيش المصري للسفينة ساعر، ولا تحرك للسفينة كاثرين اللي كانت في ميناء الاسكندرية. لا ده هو دافع عنهم وحمى السفن وطلع بيان كاذب للمتحدث العسكري. فإذ بالصدفة قال لك انا لازم اقدم الشعب المصري ده تاني وادخله العشه، وهو في العشه وساكت الشعب ما اتكلمش. ده شويه تغريدات وفيديوهين ثلاثه اللي خرجوا من الناس المصريين اللي رافضين المشاهد دي كلها. فقال لك لا انا لازم اوري الشعب المصري ان جيش مصر موجود لوقت الشعب المصري، علشان اوريه بعد كده ان غير امن حتى في بيته، هاخده منه عشان اديه الامارات في راس الحكمه في مطروح بالشكل ده. افزعوا افزعوا او خوي دور اضربوا طيق الوقت في صدره هالوقت، اضربوا يا عرب افزعوا يا عرب، الرجال خذونا خذونا يا عرب افزعوا. شفتوا يا جماعه احنا جيش مصر عرفتوا بيعمل ايه؟ بياخد بيوت المصريين يديها للامارات اللي اسرائيل بتدور الامارات كده كده اصلا. يعني مفتاح تدوير الامارات في اسرائيل، فاحنا بناخد بيوت المصريين ونديها للامارات. طب ولو احنا بقى مش لاقيين ناكل مثلا ايه اللي حل؟ فين فلوس راس الحكمه؟ عمرو اديب قال لك ما تسالوش عنها تاني، محدش كلمنا فلوس راس الحكمه دي تاني، احنا بنسد بقى ديون السيد الرئيس، بنسد بقى ديون السيسي. فوضع منيل بنيله. ولكن هوري حضراتكم مشهد لاهالي مطروح. مسكوا مدرعه من بتاعت الجيش، وكانوا يستطيعوا ان يجيبوا اللي جواها، ودول عرب، اهالي مطروح عرب، بأسهم شديد، الا انهم علشان مصريين بجد رفضوا يعملوا حاجه في مدرعه وجنود الجيش المصري بهذا الشكل. يا فارس فارس بحماس اما بقى شويه الهلافيت جرابيع السيسي اللي كان بيقول لك جيش مصر لمصر بالتغريدات اللي امام حضراتكم ده، فعلا طلع جيش مصر لمصر، فعلا طلع جيش مصر لمصر علشان يضرب الشعب المصري وياخد بيوته ويديها للامارات، اللي الامارات ما هي الا مندوب اسرائيل في الوطن العربي. مع السيسي، طب السيسي لا، السيسي مش مندوب اسرائيل، السيسي اسرائيلي اصلا. فده جيش مصر، الناس اللي كانت بتسال فين جيش مصر؟ اهو جيش مصر نزل للشعب المصري. اهالي مطروح ما سكتوش واجبروا الجرافات والاليات العسكريه اللي موجوده والجرافات بتاعت هشام طلعت مصطفى، واجبروا كل هؤلاء انهم ينسحبوا ويخرجوا من اراضيهم بالشكل ده. امام حضراتكم ده بعد اهالي مطروح او اهالي منطقه جميمه لما عملوا اللي عملوه مع المدرعه بتاعت الجيش، والجيش جري عشان هو كوي فالجيش جري. الفيديو اللي امام حضراتكم ده الاليات والمعدات بتاعت الحفر والكلام ده كله والحفارات واللوادر بتاعت هشام طلعت مصطفى وبتاعت الجيش المصري غادرت الموقع وتركت الاراضي بتاعت اهالي مطروح. وده يوريك انك مش هتاخد حقك في مصر الا بالقوه، وقوه تكون على حق، ما تبقاش على باطل. يعني ما بقولش ليك روح اعمل زي نخنوخ وخلي معاك قوه، او زي العرجاني وخلي معاك قوه، لكن لازم تبقى راجل زي اهالي جزيره الوراق عشان ما حدش هيحترمك الا بهذا الشكل. من هنا قوه تفصل
على الجانب كده بقى كان في خبر مقلق جدا يا جماعه، عامل حاله من الارباك الشديد لكل المصريين. الاستاذه فيفي عبده الام المثاليه، انا مش عارفه انام من الوطنيه، عندها يعني الوطنيه نقحه عليها شويه، والوطنيه عند فيفي عبده نقحه على، مش قادره تنام من الوطنيه. كل ما بتروح تبص تحط تنام كده في وطنيه، عندها ارق وطني، عندها ارق وطني. طب ده علاجه ايه؟ علاجه ايه؟ علاجه ان هي تتحول لزي معز السيسي. هقول لك ازاي. حضرتك البصل بينيم، البصل بينيم، وفي مشكله في البصل في مصر انه غالي الايام دي، فالمصريين بيسالوا هو البصل غالي ليه؟ خرج ليهم نقيب الفلاحين وقال لهم عشان المعز اكلته، يقصد معز السيسي او المعز مش عارف ما اعرفش، بس هو قال لهم المعز اكلته. فلو فيفي عبده اكلت من البصل اللي هو نقيب الفلاحين اللي امام حضراتكم بيقول لك ان المعز اكلت البصل، تخيل دي العقليه اللي بتدور مصر، تخيل دي العقليه اللي بتدور الحياه في مصر، تخيل ده السيسي اللي معينه شخصيا. فعلاج المشكله بتاعت البصل اللي ناقص في مصر وغالي والكيلو ب 30 جنيه دلوقتي ان المعيز اكلوه، هو ما اعرفش هو يقصد معيز السيسي ولا لا. فالاستاذه فيفي عبده مش عارفه تنام، فتبقى تاكل بصل مع المعيز بتوع السيسي اللي بياكلوا البصل. خبر اخر مهم جدا وهو للمقاطعه. شركات المقاطعه بتتكبد خسائر كبيره جدا جدا، عرضنا لحضراتكم في فيديو سابق اللي خسروا ماكدونالدز، وعرضنا لحضراتكم ايضا اللي خسرتها شركه بوما اللي هي بتاعت الاحذيه تقريبا حاجه زي كده، وعرضنا لحضراتكم اللي خسرته شركه اديداس، وكذلك الشركات اللي هي زي ستاربكس وغيرها، رغم الدعم بتاع ابن سلمان وتركي آل الشيخ، رغم الدعم بتاع النظام الاردني، رغم الدعم بتاع النظام السيسي، رغم ان هذه الانظمه بتدعم اسرائيل وبتدعم شركات المقاطعه بكل شكل ايا كان، وفي موسم الرياض ماكدونالدز حاضر بوجبه مجانيه شرط انك تروح ترقص في موسم الرياض، رغم هذا الا ان هذه الشركات، رغم الخذلان الا ان هذه الشركات، رغم البيع والتفريط وخسران العروبة والإسلام، إلا إن هذه الشركات، شركات المقاطعة اللي بتدعم الكيان، منيت بخسائر كبرى جدا جدا جدا. آخر هذه الخسائر الخبر اللي أمام حضراتكم، الخبر ده أمام حضراتكم من المملكة الأردنية. الأردن من شدة الناس وانتظامها في المقاطعة، شركة كارفور أو كل أفرع كارفور في الأردن أغلقت بالكامل، مفيش عمليات بيع مطلقا. وده يوريك ان يعني ان لو جيش بلدك ما بيتحركش زي الجيش المصري وهو على الحدود، لو جيش بلدك ما بيتحركش زي الجيش الاردني وهو على الحدود، لو الجيوش ديت قيادتها خاينه ورؤساء او ملوك خونه، لو انت في السعوديه ومش قادر تعمل حاجه ولا تكتب تويته، ولو في الامارات ومش قادر تعمل حاجه ولا تكتب تويته دعما لاخواتك عشان هتسال عنها امام الله، فيكفي انك تقاطع، او اعمل زي اعلام السيسي ويقول لك نقاطع ليه؟ طب والشباب اللي شغالين في هذه الشركات؟ يا عم الحاج استخدم المنتج المحلي، ما هو المنتج المحلي ده لما انت تستخدمه بكثره هيتوسع، واسمك بتشجع صناعه بلدك، فبالتالي هتشغل الشباب اكتر واكتر. سلام عليكم.